من ساحة العز والشرف، من ساحة التظاهر. اليوم نحيي ذكرى تشرين، نعم تشرين العظيمة التي جعلت لها بصمة في تاريخ العراق، تشرين التي وقفت بوجه الفاسدين والظالمين. نعم نحييها اليوم، وإن استوجبت الأمور سنرجعها بلحظة واحدة. نعم تشرين البذرة التي زرعتها العراقيين بهمة هذه الرجال، بهمة هذه الشباب الأبطال، نقف وقفة مع الرجال مع الأبطال بوجه الظالمين. وهذه الأحزاب الفاسدة لها يوم وعلى أيدينا إن شاء الله ستنتهي. نعم نحن ضد فكرة اللي سوت الحكومة اللي بدأتها هسا، حكومة نحن ليس بقابين أبدا، ما نرضى بها. هاي حكومة فاسدة من أحزاب فاسدة ضد الشعب. شنو اللي قدمت الدولة لي؟ وشنو اللي أنا ارتضي منه؟ وشنو اللي غيروه؟ أنا طلعت بال 2019، تشرين بال 2019، وهسه تشرين بال 22. عادوا الحكومة نفسيتها، ضد الحكومة احنا طبعا، ضد هذه الجرثومة التي نهكت ونهبت العراقيين. والله والله سنقف وسنعيد تشرين بقوة وبعزم هذه الناس التي تحشدت اليوم لإعادة ذكراها. قبل سنة كانت إنه وقفة باب جامعة الكوفة، كان تاريخ 1/10، احنا خلينا هذا اليوم هو تاريخ رمزي الى ثورة تشرين اللي راح تبقى خالدة الى ابعد التاريخ، وان شاء الله سوف يأتي زمان ويؤرخ هذه الثورة في المناهج الدراسية في التاريخ العراقي الحديث، باعتبار هذه الثورة التي احدثت تغيير تام في الحياة السياسية في العراق. كانت انطلاقة ثورة تشرين هي دحرا للأحزاب التقليدية الفاسدة التي هيمنت على العراق. سيبقى هذا اليوم تاريخي، وإن شاء الله سوف كل عام يوم 1/10 من كل عام سيكون لنا وقفة احتجاجية وسنبقى ضد الفساد والأحزاب الفاسدة. العراق بلد العجائب، بلد النهرين فيه الماء ويبحث عن الماء، وفيه السماء لونها أحمر من دم الشهداء. ففي هذا اليوم نستذكر ثورة تشرين العظيمة التي أطاحت بالجبابرة، أطاحت بالتيارات والإطارات والأحزاب التي حكمت العراق لمدة 17 سنة ما قبل حدوث الثورة، ولا اليوم تلك الأحزاب تستمر بقمعها لثوار تشرين. وكل ما كان هنالك مظاهرات أو ثورة للحقوق بدأ القمع ضدها. فبهذه الوقفة نثبت أن العراق واحد، وأن تشرين هي سيدة العراق، لا تيار ولا إطار، فتشرين هي كلمة الحق، وكل العراق هو تشرين ما دام تشرين على حق. أما عن أتحدث عن بعض الذين استغلوا اسم تشرين، احنا ثورة تشرين عدناها من 2019 ولحد الآن مستمرين ونآهد عوائل الشهداء والجرحى، وانا جريح بساحة الصدر عين طيتها للوطن ومستعد اطروحي فداء للوطن احرره اعلموت اخوتي واخواتي والشعب العراقي كله اطفال ونساء من الاحزاب الفاسده اللي حكمت البلد من 2003 ولحد الان، مردوا بلدنا دمرونا، ما اعطوا شيء لهاي الشباب ولا لخريجين ولا ناس بسطه اي شيء، ما نذرونا هاي الشباب المحترم المنتفضه على الحكومه، لا اطار ولا تيار ولا اكبر واحد يوقف بوجهها. احنا بارادتنا الشباب ان احنا نخلي حكومه تشكل انقاذ وطني وتخدم شعبنا وناسنا واهلنا. ماكو واحد طالع منا اذا مو فقير، يعني بدون تعميم. كذلك لا يغرنك طريق الباطل حتى وان كثروا به، ولا
تستوحش طريق الحق حتى وان قلوبه. محافظة النجف مليونين الا نسمة، هذول مليونين تعال 50%، مليون ربع مليون مستحيل، ما بيهم الف الفين، فلا تستوحش طريق الحق حتى اذا كانوا قليلين بي. الموجود هنا مجرد احياء للذكرى تشرين، تشرين يعني هاي ما تمثل تشرين بالشكل الاعظم، فشي بسيط هذا من تشرين، مجرد احياء ذكرى تشرين 11، وان شاء الله نعاهد الشهداء انه احنا اخوتكم الاحياء، احنا ايضا شهداء لكن احياء، مجرد استمرار للي ضحوا الشهداء اللي قبلنا على موده واحنا مستمرين عليه. وشكرا. اول شيء احنا ما عندنا شيء، هو بس يهمنا العراق. ثاني شيء لا عندنا احزاب، لا نريد، ما نريد الاحزاب الظالمه اللي ظلمت هذا الشعب المظلوم. طلعنا من اجل جميع النواحي، من اجل كهرباء ماكو، عمل ماكو، صناعه ماكو، زراعه ماكو، يعني جميع شيء هم فلشوه هاي الاحزاب الظالمه اللي تكبدت صار لها 20 سنه وموقفه على قلوبنا. احنا كخريجين، انا والحشوياش خريج هندسه طرق وجسور مدني، انا ما املك، انا اشتغل صانع 15000 دينار، انا خريج يعني اشتغل صانع، يعني يرضاها ابو الحزب يرضاها كل احزابهم، هم ما يملكون شهاده ثاني ابتدائي، يوم ما يملكون يعني انا اقول لك. فاحنا كخريجين كشباب نطالب بازاحه جميع الفاسدين الذين اتوا بالدبابه. بداية نحن أبناء الشعب العراقي وليس أبناء جهة معينة أو حزب معين. الآن خرجنا المئات والعشرات في الشوارع لنطالب بحل جذري للنظام. النظام مخترق من قبل دول معينة، إيران تضرب، لا توجد سيادة في الدولة، كهرباء ماكو، ماء ماكو، لا يوجد شيء في الوطن. الوطن مخترق من جميع الجهات. نحن كشعب عراقي، كشباب عراقيين، نطالب بحل هذا البرلمان وبحل هذه الحكومة بأجمعهم. لماذا؟ لأن هذه الحكومة مخترقة من صغيرها لكبيرها، لا يوجد فيها شخص عاقل، شخص واعي، شخص قلبه على البلد، ماكو أي شخص هيك قلبه على البلد، يجي يبوق البلد ويروح يقعد تقاعد. الآن كم رئيس وزراء جانب من ذيك الحقبة لهذه الحقبة؟ كم رئيس وزراء جانب؟ كلهم يخلص حكمه السياسي ويرجع يقعد تقاعد ويقعد يستلم الحكم ويقعد في دولة معينة. شنو فاد الشعب؟ شيء ما فاده. القبل عادل والقبل عادل والبعد عادل، كلهم نفس الشيء. الآن الكاظمي والآن البعد راح يجي، كلهم نفس الزمرة السياسية اللي تبوق البلد وتروح غير مكان ولا تفيد الشعب شيء ولا شيء. اليوم خرجنا مظاهرات في النجف الأشراف للتأكيد على نفس المطالب اللي طالبنا بها قبل 3 سنوات، وهي الشعب يريد إسقاط النظام، ومستمرين احنا بهذا المطلب. راح تجي أيام يعني كلش عصيبة على العراق وعلى وضع العراق، وماكو كل حلول، حرب بين الأحزاب، بين التيار والإطار، هذا يريد يشكل حكومة وهذا ما يريد يشكل حكومة، فاحنا ما نصير حطب الواحد من الاثنين. لأن احنا لا عدنا نفس نفوذهم ولا سلاحهم ولا عددهم ولا قوتهم، لكن راح تجي أيام نشوف الإطار والتيار متوحدين، ممنوع واحد الظاهر، بذاك الوقت احنا موجودين بالساحات ونظاهر مثل ما ظاهرنا عليهم كلهم سابقا، وطينا الشهداء وجرحى، وإلى الآن عدنا جرحى مظاهرات. من
نجدد العهد أولا إلى شهداء تشرين الأبطال، ونجدد العهد إلى الشعب العراقي، إننا باقون على العهد ثابتون، لم نتغير، باقون على العهد ثابتون، نفس المبادئ نفس الأهداف في تغيير المنظومة السياسية، لأن السياسيين لم يغيروا شيء من موقفهم، بالعكس ازدادوا أكثر سوءا، وازدادت أساليب القمع، ازدادت أساليب الانتهاك حقوق المواطنين، لم يتغير شيء من المشهد السياسي، فقط ازداد أنه نحو الأسوأ، نحو الأسوأ أصبح العراق يعني في حالة من الرجوع إلى الخلف، يعني العالم كلها تتطور إلى الأمام، إحنا البلد الوحيد اللي نرجع لورا، ماضينا أفضل من حاضرنا. من هذا المنبر نقول إننا لسنا فقط كثورة، وإنما نعيد المطالب نفسها، وهي المطالبة بحقوق الشهداء، كشف عن المغيبين، الكشف عن المعتقلين، وكذلك قانون الانتخابات، وإنهاء المنظومة السياسية الفاسدة. نريد عراق جديد، عراق لا تحكمه المحاصصة، لا تحكمه الطائفية، لا تحكمه قوى الأحزاب. احنا باقين على اهداف ثورة تشرين اللي طلعت بهدف اسقاط النظام، اسقاط النظام برمته، باحزابه، بتشريعاته، بدستوره، بمفوضيته، كل اسقاط نظام. ليش؟ لان انبنى على اساس باطل، وما بني على باطل فهو باطل. انبنى على اساس الطائفي، هم اجوا من وراء الحدود على اساس المكونات، من اجوا على اساس المكونات، شعارات المكونات ما تبني بلد، شعارات الوطن الوطن والمواطنه هي اللي تبني بلد. يا بنتي العزيزه، هاي وحده. وحده ثانيه، هم هسه صار لهم 9 اشهر ومقارب 10 اشهر ما كونوا حكومه. ليش؟ تدرين ليش؟ هذا يزعل هذا يرضى، هذا يزعل هذا يرضى. زين انتوا بنفسكم وراحوا للمحكمه الاتحاديه قالوا الانتخابات مزوره، وهي الانتخابات اصلا اعترافها ب20%، يعني الاغلبيه وين؟ الاغلبيه وقعدت ما انتخبت. اذا انا ما شايفه دوله تحكمها الاقليه. تدرين ليش؟ لانه السلاح بيدهم، لانه السلاح بيدهم، طالما السلاح بيده هذا كل شيء يسوي، عرفت شلون؟ فهنا انا ما شايفه برلمان يحكم بالاقليه، يحكم بالاقليه. هاي وحده. وحده الثانيه، احنا نطالب ولحد الان نطالب بالقصاص من قتلة المتظاهرين، حصر السلاح بيد الدولة، هن هذن تشرين، هن هذن اهدافه، حصر السلاح بيد الدولة. هم فاشلين، هم فاشلين، لكن شو نقول؟ ما اعرف. الاجندات الخارجية جاي تملي عليهم انه يبقون، خلي يبقون واحنا باقين، الشعب باقي وهم باقين، وان شاء الله سوف تنتصر تشرين حتى لو بعد حين. جمعنا اليوم ساحة احتجاجات النجف، ساحة اعتصامات النجف الأشرف، لاستذكار الذكرى السنوية الثالثة عن بدء احتجاجات تشرين. نحاول من خلال هذا اليوم أن نجدد العهد والولاء لشهداء تشرين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذه الانتفاضة الخالدة، من أجل التأكيد أيضا على المطالب المشروعة التي نادى بها التشرينيون طوال هذه السنوات التي مضت،
من أجل المطالبة ببلد خالي من السلاح، ببلد خالي من الفساد، ببلد خالي من الأحزاب التي تسلطت على رقاب العراقيين، وأيضا نجدد العهد بأننا لن نكون طرفا مع أي من الأطراف المتنازعة على السلطة في الوقت الحاضر. المجد والخلود لشهداء الحراك الاحتجاجي، المجد والخلود لشهداء انتفاضة تشرين، الانتفاضة المدنية العراقية. الخزي والعار لأحزاب السلطة الحاكمة والطغمة الحاكمة وأحزاب الإسلام السياسي الفاشي اللي جميعهم تلطخت أيديهم بدماء أبناء شعبنا. حقيقة اليوم الجماهير تحيي الذكرى الثالثة لهذه الانتفاضة الوطنية، الانتفاضة الناصعة، هي للتأكيد للمطالب اللي للحظة كل شيء ما تحقق من عدها. لا حاسبوا المفسدين ولا فتحوا ملفات الفساد ولا حاسبوا وحاكموا القتلة والجهاد. حقيقة القتلة مو أشخاص اعتيادين، أكو جهاد سياسية تقف وراء هؤلاء القتلة. اليوم نتحدث عن 800 مواطن، 800 شاب عراقي تعرض لإعدامات ميدانية في وضح النهار في جميع ساحات العراق، وبالتالي للحظة لم يتم الكشف عنهم. الانسداد السياسي اللي يعاني من عدة البلد هو بسبب عدم تنفيذ وتطبيق قانون الأحزاب اللي يمنع كل حزب سياسي يمتلك فصيل مسلح لا يحق له المشاركة في أي انتخابات وفي أي استحقاق انتخاب. بالتالي هاي الجماهير هي خرجت للتأكيد للمطالب اللي خرجوا من أجلها أبناء تشرين في 2019. نعم، ثورة تشرين متجددة وستستمر حتى إسقاط نظام المحاصصة والفساد والطغمة الحاكمة في العراق. نزول شباب تشرين اليوم إثبات وعكس نظرة السياسيين التي ألقاها على ثوار تشرين. قالوا تشرين تلاشت، وثوار تشرين في ساحة التحرير وفي المحافظات أثبت أن تشرين متواجدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مطالب تشرين من بداية ظهور ثورة تشرين اليوم هي تغيير النظام بأكمله، نظام فاسد، نظام بأكمله محاصصة، بدليل أنه جميع النظام تابع للأحزاب، المسيطر عليه الأحزاب، والأحزاب موزعة على دول. بدليل آخر أنه لما إيران تجاوزت على سيادة العراق وقصوة كردستان، جميع السياسيين وقادة الأحزاب ما نطقوا بالحرب بالصريح، ما قالوا إيران أن تحترم سيادة، قالوا على الدول الجوار أن تحترم سيادة العراق. وهذا أكبر دليل أن الأحزاب جميعها خاضعة لسلطة إيران والدول المحيطة. من ناحية أخرى، أهدافنا تغيير النظام، الحل الجذري واستقرار العراق هو تغيير النظام. احنا اليوم كثوار تشرينيين احرار ما عدنا ولاء لاي حزب او لاي كتله سياسيه، احنا ولاءنا للعراق فقط. نطالب بزياده جمهور التشرينيين وخروج اخوتنا، لانه هذا الشيء مسؤوليه برقبه كل عراقي حر، كل عراقي نزيه، كل عراقي شريف. وبعدين وفاء لدماء اخوتنا اللي سالت على ارض هاي العراق العظيمه، وبعدين اللوخ لازاله النظام الفاسد، لازاله سنات اسم العراق. احنا اليوم لازم نكون مسؤولين عن كل شيء، ولازم نحكي بكل شيء. ومن ضمن اهداف تشرين هي اولا اسقاط النظام الفاسد وازاله كل شخص سياسي غير نزيه وعليه مثل ما نقول تسريبات او اختلاسات دوليه. هذا شعب مو جهه معينه جاي تطلع وترجعوها وتطوها فلوس وترجع له تطوها منصب. هذا شعب، شعب رافضكم من 2003. دمار بدمار بدمار، دمرتوا التعليم، دمرتوا الصحة، دمرتوا حياتنا اللي احنا عايشين بيها يا اخي. كافي كافي، افضل نطلع عليكم قسما بالله وبسلميتنا، ولما نساقطكم يا اخي جيل عنيد تموت، يموتوا العشرة يطلعون الف مكانهم. ليش ما تفتهمون؟ مشلبين بالكراسي عسبالكم تدوم، قسما برسول الله ما تدوم لكم، والكم يوم نحاسبكم، والكم يوم ناخذ شكو درهم اخذتوه من حقوقنا، من حقوق شكو مريض نايم بمستشفيات الامراض السرطانيه، شكو مريض عنده العز الكلوي وماكو علاج له، شكو مريض قلب، شكو طفل ما عنده مدرسه واهله فقره حاطينه بالكرفانات. والله ناخذ حقنا منكم ومن عيونكم شلحن، قسما برسول الله. وهاي رساله مواطن عراقي حر
لكم قسما برسول الله ناخذ حقنا منكم لو بعد 100 سنه. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. اليوم تظاهر عشرات الآلاف من جماهير محافظة النجف بالذكرى السنوية لهذه الثورة مقامة. هذه الثورة تعبر مبادئها عن مظلومية الشعب العراقي ونهب حقوقه وسلب حقوقه من قبل الحكام الفاسدين لحد المتشبثين بحكم السلطة، ولا توجد تحقيق مطالب الشعب. احنا طلعنا ب 2019 وزحناكم وعطيناكم جرة اذن ولقناكم درس بالسياسة، الان وعدتوها وجاي يشكلون حكومة وحكومة توافقية ومحاصصة، هاي ما تمشي علينا. اليوم انطلاق الثورة تشرين المبارك، مطالب ثورة تشرين: اولا اسقاط النظام، تغيير الدستور، إزاحة الأحزاب الفاسدة جميعا بدون استثناء، تشكيل حكومة وطنية تخدم مصالح الشعب وتراعي حقوق الشعب. اليوم الشعب جائع، وظائف ماكو، شبابنا عاطل عن العمل. أبسط شيء هاي الشوارع من زمن صدام لحد الآن نفسيتها، لا أكو خطط أعمار، ولا أكو استثمار، ولا أكو صحة، ولا أكو زراعة، ولا أكو بيئة، ولا أكو صناعة، ولا أكو تجارة، عبارة عن بلد منهار من كل النواحي. فاحنا صار لنا 19 او 20 سنه، ايش اللي قدمتوه للشعب؟ عمي ما يقدرون، روح الفرمان ده احسن لكم، واخروا وخلي الناس تشتغل غيركم الوطن. من خلال قناتكم المفضله اريد اوصل رسالتين واريد اعتب على اثنين. شيوخ العشائر بعضهم وجماعة لبيك يا حسين، وين جماعة لبيك يا حسين؟ لا خيرا بالدين اللي ثابت على التمن والقيمة، لا خيرا بالدين. أما جماعة العشائر وشيوخ العشائر اللي تنضم للأحزاب واللي تستلم جكسارة مسدس، وينها؟ ما جايين نشوفها. ثورة تشرين ثورة عظيمة، ثورة لإنقاذ الشعب العراقي من الظلمات إلى النور. وين الشيوخ العشائر؟ هنا استشهدوا، ثاني يوم أعرف عشيرة، ثاني يوم اللي استشهدوا يم القدر الحكيم عازم اللي قتلهم، نفسهم اللي عازمتهم، عازمتهم مسوي له عشاء وهوسات أكثر من 1000 شيخ وأكثر من 1000 معقل موجودين يمه. ليش راح دم الشهداء هدر؟ ليش؟ أنا هاي رسالتي أوصلها لشيوخ العشائر بعضهم، مع احترام للزينين، لا تظلون بس دقات ودقات عشائرية وفواتح أو عزائم. احنا نطالبكم تجون بالساحة هاي لتغيير النظام، لتغيير الفساد. رسالة للشيوخ هاي، اي شيخ يتلقى فاسد هو فاسد، يطلع ويا هاي الجماهير اذا هو شريف، واذا هو مو خشاد ما يطلع يروح يتلقى النشاله والحراميه، ومن نشوفه انهينا بالموقف ماله، نقول له انت مو خشاد مو انت فاسد مثله. فالشيوخ خلي ينتبهون لهي الشغله، مو يا اللي جو بس عقال، ترى العقال له اصل، والى شيخه، والى ابوه، والى عشيرته، والى جده، مو والله انا بقيت لي بوقتين وصير الشيخ، لا اطب الربا وصير الشيخ، لا انافق على الوادم وصير شيخ وروح يسلم روحه للدوله، يصير لوقي مال دوله. هذا شيخ ما يسموه شيخ، هذا يسموه لعين، هذا حرام واحد عين بوجهه. هذا شعب انظلم من وراء الشيوخ ترى، وخلي يسمعون الشيوخ كلهم. الشريف ابن شريف ما يستقبل اي مسؤول من الفاسدين، واذا استقبل فاسد يعتبر هو فاسد، وابوه هم كان فاسد، لا يقول انا ابوي الشيخ. فاوصيكم وصي، انا شيخ ابن شيخ ابن شيخ، ومعروف بالنجف وعلم بالنجف، خاف واحد ما يعرفني، انا معروف. فهذول هسه يقول كل من يجي ذاك اليوم ناس فنت عليهم، والله عمي ما يعرفون الشيخ شنو جايين، بس يتخش لام الاربعه خمسه مخربطين ومطي هويه بالدوله.
فاسد يا فاسد.